بقيت بتستخدم جاذبيتك ورومانسيتك بشكل غير قانوني، مضطر ولا بإرادتك؟ لا قانوني، الغزل قانوني، ما حد قال غير قانوني الغزل. أي قانوني من قانون البرنامج، يعني أنك أنت تشد ليك لا، من قانون العام، قانون الطبيعة، من قانون الطبيعة يغلب البرنامج. طبعاً أنا لما أشوف مشتركة وصوتها رائع وهذا، فأكيد شوية نظرة من عيوني شوية هالشكل، شوية كلام حلو، هذا شوية نحاول يعني عشان تيجي الفريق. ما هو تعرفين ليه دا أعمل هالشكل؟ يعني صابر وعاصي ما ينحملون، يجي عليها يحضنها حبيبة قلبي وحبيبة قلبي لك أنت تقبريني، وهذاك يقولها وشنو هو وشنو الحال وما أعرف إيش، وشيرين تجلس هالشكل بعيونها حبيبي تعال، وهاي يعني أضيع أضيع إذا ما أعمل أي حركة أضيع بينهم. فمضطر بصراحة يعني ساتهم مشاكسين، فأضطر أنه أنا أعمل أعمل شيء، أعمل شيء من شخصيتي أيضا. الشبح اللي بيطاردك من الماضي، شبح مش قادر تهرب منه، يعني لو كانوا أهلي موجودين، يعني أمي وأبويا وأنا بهالوضع هذا، كان ما أخليهم لحظة أفارقهم. يعني يعني إن شاء الله يعني في مكان هادي أفضل. أنا كنت ذاك اليوم كان عندي صديق، فأمه جابت له أكل، طابخت له من البيت وجابت له إياه. قلت له شوف دخلت أمك هذه مع هذا الأكل، جابت لك إياه على الشغل، أنت تعرف شو معناه هذا؟ قال هاي ماما أكيد. ها قلت له بس مهما يكون يعني، لا قلت له أنا اللي أنا هذا أحسها أكثر منك الآن، لأن أحلم أبوس تراب رجلهم، يعني أبوس تراب اللي يمشوا عليها، أنه أن بس يرجع وبس أجلس معهم من جديد وأتكلم معهم من جديد وأتعلم منهم من جديد. يعني ربنا يرحمهم يا رب. الله يرحمهم. أنت طبعك صعب، إيه أكتر حاجة فيك بتتعب اللي حواليك؟ الدقة في عملي كبني آدم، كبني آدم مثل الطفل صدقيني، يعني كل اللي إذا تسألين أصدقائي يقول لك مثل الطفل، يعني أبسط شيء بسيط جدا، يعني مثلا أنا عمري ما عذبت أمي مثلا من تطبخ، أي أكل موجود آكل. الآن مثلا أجي أكل بالثلاجة بايد حتى ما أدفي، المهم المعدة أسد أترس، بسيط يعني بكل شيء أرضى. يعني عندي أصدقائي يقولون أنت شو أنت شو كل شيء أنت يعني ليش لهالدرجة؟ قلت لا يعجبني يعني الأكل، يعني ما أدقق بالأمور الأخرى، الأمور الأخرى عندي كل شيء بسيط، بس بأمور العمل شوية دقيق. أنا ابتديت تدندن من وانت عندك 9 سنين، كانت والدتك وإخواتك بيغزوك، حقول والدتي مسكينة شجعني. لا والدتي الله يرحمها كانت الله دائما معايا، حتى لما مسكت الجيتار وتعلمت أول مرة، كانت لما يجي برامج على القناة الثانية تجي علي يد واللي تعال تعال أمي تعال 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 شوف هذا البرنامج، فما يقبلون إخواني يتفرجون على حاجة عربي هذا، ما تخليهم تعالت وأنا أجلس أمام يعني. بس أنا معلوماتي بتقول وإنت عندك 9 سنين كانت بتقولك إن أخوك صوته أحلى من صوتك، وإخواتك كمان كانوا بيقولوا لك كده. لا لا هم أصواتهم، أنا أحكي لك، كان كل ما أغني سكتوني، وكان صوت عباس أحلى من، يعني كان حلو يغني، أخي حسين يغني لعبد الوهاب صوته أيضا حلو. بس أنا لما كنت أغني ما كانت عندي هاي بدايات، ما كنت هذا التكنيك يعني لم أظهر. خلاص اسكت. بس شفتي رغم كل هذا، بس أتذكر شيء حلو من المدرسة، ابن حزم في الموصل، كنت بالابتدائية من ضمن الفرقة اللي تغني النشيد، أنا كنت مختاريني. إذن شفتي إذن صوت كنت يعني كورال حلو يعني. فكنت كورال حلو يعني. اتصاحبت على الأحباط بدري؟ أنا عندي جواي حاجة أحبها بداخلي، لما نؤمن بشيء يعني عندي نظرة فظيعة إلى الصير. لما أجلس وسط مليون وأشوف جواي، أسمع لنفسي وما أصر، بس حتى لا تفسر غلط إنه الناس كلها غلط، لا وأنا صح، هذه أنا ضدها، غير بعض الناس لما تقولهم لك لا هم كلهم غلط وأنا الصح، بس بالموهبة لسه بعدهم ما سامعين، يعني ما سامعين أنا شو عندي، أنا الوحيد اللي سامع نفسي بألحان جواي، أنا عندي خيال قوي هذا بس ما في أسمع، لسه بعدهم ما سامعين. فمن إنسان يحكم عليك قبل أن تبدأي شوية صعبة، فالثقة الحلوة اللي موجود، بس الثقة أجمل. الثقة أجمل. كانت والدتي تعمل، إحنا عندنا مثل شو سموه أنتو هذا اللي حطهم فيه نفط، البابور،
مسكينة أنا أتذكرها كيف تجلس، وأنه حتى يشتغل لازم تظلها نفط وهذا وداخل الغرفة اللي ننام فيها. يعني ما كان في مطبخ في الشمال، كنا عايشين إحنا جو شتاء، فداخل غرفة النوم إحنا نجلس حول هذا شو يسمونه أنتو؟ بابور. بابور. بابور الجاز. بابور الجاز. إحنا نسميه برامز يعني. فنجلس حولها في الغرفة وتجيب هو هذا الخبز اليابس. الخبز اليابس ما كان يرموه، كان يضمه وتخليه مع المي وشوية زيت وشوية بهارات وشوية ملح وبصل وهذا وتطلع محروق إصبع. محروق إصبعة. هي الأكلة بس روعة. وحشتك؟ كانت روعة روعة. يعني قبل كم سنة كنت ساقيت لها الأكلة هاي وعملوا لي إياها بصراحة. بتعرف تطبخ أنت؟ أنا أعرف أطبخ يعني، أي أعرف يعني، بس مو ماهر جداً مثلاً صلاح من أصدقائي كلهم يطبخوا بشكل رائع. إحنا عندنا مثل في مصر بيقول اللي كسف ما يخلفش عيال، وأنت اتجوزت وخلفت عيال. أي الخجل حيخليك ما تتجوزت ليه؟ لا لا، إحنا اتزوجنا يعني أتزوج قاربي من أحسن نساء، من أفضلهم رائعة هم أولادي، وللأسف ما اتفقنا ما تفاهمنا بوقتها وصار الانفصال. أعتقد العيب فيها أنا، لأن يعني إحنا زوجنا صغار، يعني أنا مثلاً عمري 22 سنة 23، ما أعرف كم إجاني وسام. أنا صرت أب، مع العلم لما أشوف أولادي الآن وأشوف واحد عمره 30 سنة أشوفه طفل أنا أمامي، لسه حتى من يتكلموا لسه صغير، محتاجين كثير، حتى في سبيل أنه محتاجين كثير أقف جنبهم أنه حتى أدعمهم في الحياة وهذا. لا. فأعتقد هذا الغلط اللي صار من عندي أنا. زواجك دام كم سنة؟ كم سنة؟ يعني للأسف كانت يعني كذا مرة إحنا انفصلنا، يعني مو مرة واحدة تقريباً، يعني ما أتذكر بالضبط كم، ما أتذكر، بس دام سنوات كثيرة يعني. ذاكرتك ضعيفة؟ ذاكرتي ضعيفة يعني لكثرة الضغط الكبير اللي موجود عندي يعني. ولا ذاكرتك ضعيفة لما تحب؟ لما أحب؟ يعني لما تعوز. يعني كيف؟ فسري لي أكثر، وضحي لي أكثر، لأن أنت عندك نوايا. عندي نوايا حسنة. حسنة، هو, يعني هو أنا هذا قصدي. يعني بتهرب لما تبقى مش عايز تفتكر. لا أنا ما لا ما أهرب، لا لا ما أهرب، لما ما أرد أجاوب على السؤال ما أجاوب عليه. أقول لك ما أقدر أجاوب. الهروب نص الجدعانة، جربته؟ الهروب نص الجدعانة يعني عندنا أنا وصديقي جربناه، لحقتنا كلاب، هو هرب أنا وقفت بس هذا سمرت، فهو تعض وأنا ما تعضيت الحمد لله. أنا ما هربت، هذه كانت حسنة إلي كانت. علشان أنت ما خفتش يعني، فالكلاب خفت بتجري ورا، بس إنه الخوف إنه رجلي ما تحركت. بس هو يعني كنا صغار. انت شخصيه بتواجه؟ انا اواجه لما يستحق الموضوع المواجهه. لما ما يستحق المواجهه لا، اخر همي. بتاخد قرارات مصيريه كتير؟ اخذ قرارات اذا يتعلق، لا لازم اتأنى بهالموضوع. انا كثير بهالموضوع صعب شويه. متاهه التردد بتوه فيها؟ ما هذه انا غرقان فيها. التردد انا غرقان فيه. ما بتعرفش تاخذ قرار بسهوله؟ ابدا، هاي مشكله. هذه اعتقد يمكن دقه، لا يعني شويه حتنصل. ما هو هم كل اللي بيبان انهم بياخذوا قرارات حاسمه بسرعه دول اكثر ناس بيترددوا.